هحتاج علبة ذرة حلوة اللي بنجيبها المعلبة الجاهزة دي، هحتاج أوراق جرجير نكون مقطعينها قطع أو سايبينها كاملة كده براحتنا زي ما بنحب، وحوالي 250 جرام من الطماطم الشيري أنصاف، يعني أنصاص متقطعين نصين، عصير 3 ليمونات ومعلقة زعتر جاف، فص ثوم مهروس، معلقة سويت شيلي صوص، ربع معلقة من الملح وربع معلقة من الكمون. أول حاجة هنحضر الدريسنج بتاعنا، هنجيب مضرب نجيب بولة كده، نحط الثوم مش نافعة دي، هنحط الثوم ومعاه عصير الليمون، حطه لي الناحية التانية اهو، ومعاه الزعتر ومعاه الكمون ومعاه الملح والسويت شيلي صوص، هيدي طعم تحفة. هنقلب كل ده كده مع بعض، وهنحط لها شوية صغيرين من زيت الزيتون. هنقلب كل ده كده مع بعض، وبعدين هناخد بقى الطماطم الشيري، وهناخد بصوا سهلة جدا وطعمها حلو قوي قوي قوي، الجرجير هيدبل دلوقتي لما ينزل في الصوص، وكمان الذرة الحلوة. الذرة ده من الحاجات المفيدة جدا جدا، الذرة الحلوة مش المشوي، لا الحلوة. ماشي نقلب بقى كده السلطة بتاعتنا كويس، بتاعتنا هي بتستوي علشان على طول هنحط لها الصوص ونقدمها، متاخدش معانا وقت خالص. تعالوا بقى نجيب الطبق اللي هنحط فيه السلطه، انا هحطها هنا الوانها حلوه قوي مع بعض، الاصفر كده مع الاخضر الاحمر حاجه كده تفتح النفس.